بسم الله بسم الله بسم الله، الله أكبر، بسم الله سينا يا سينا، بسم الله ودينا عدينا، بسم الله وبسم الله دائما هي مفتاح النصر في كل شيء. كل عام وحضراتكم بخير. الأحد 6 أكتوبر، 6 أكتوبر هو اليوم الذي لا ينسى في تاريخ الإنسان المصري، هو يوم العزة الحقيقي. لم يكن انتصارا للجيش المصري بقدر ما كان انتصارا لوطن كبير أبى أن ينكسر. في 67 انهزمنا وكان انكسارا كبيرا لا يوحي أبدا بأن أمة تستطيع أن تنهض مرة أخرى، أن تنهض وتنتصر رافعة الرأس، تستعيد كل أراضيها بأيادي أبنائها. لا يختلف الأمر كثيرا عن الآن، كانت الكفة غير متساوية. أنت لا تحارب إسرائيل ولكنك تحارب القوى العظمى في العالم، تحارب أمريكا، تحارب أوروبا، كل الدعم في ظروف صعبة جدا، في رغبة عالمية في أن تكون لإسرائيل اليد العليا. بعد أن انتصرنا دخلت القوات الأمريكية بكل معداتها وآلاتها وآلياتها الحرب، ومع ذلك صمدنا وانتصرنا. هذا اليوم هو تاريخ مشهود لكل مواطن مصري كان قد ولد أو لم يولد بعد 73. هو اليوم الذي استطعنا أن نكون نحن الآن قوتنا المسلحة التي تحمي أراضينا حتى الآن، ونحن نرى الغدر والعدوان الإسرائيلي في كل مكان بدعم أمريكي وأوروبي مستمر. لكن الإرادة المصرية التي تحمي هذه الأرض ولا تسمح بمساس جزء من ترابها هي التي تحمي نصر أكتوبر. اليوم حلقة مختلفة جدا، حلقة لا شيء يعادل فرحة الانتصار، ولكن سنقترب من كيف كان الانتصار. معي ضيف عزيز نفخر به جميعا، واحد من أبطال حرب أكتوبر، واحد من الذين لم يكتفي بالانتصار في الحرب ولكنه حرص على الحصول على الماجستير وعلى الدكتوراه، وهو الآن مستشار أكاديمية العسكرية. معي سيد اللواء الدكتور محمد زكي الألفي، أحد أبطال سلاح المشاة في حرب أكتوبر. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. كل سنة حضرتك طيب. كل سنة أنت طيب، والشعب المصري كله والمنطقة العربية كلها بخير في هذه الأيام العظيمة، ذكرى رئيس رداد الأرض والكرامة والعسكرية المصرية في الليلة الضحى. أنا عايز أبتدي من بدري شوية دكتور محمد. تفضل. عايز أبتدي من اللحظة اللي قررت حضرتك فيها تدخل الكلية الحربية. حضرتك دخلت الكلية الحربية سنة 68. 68 يعني كان قد مر عام تقريبا على النكسة، كانت الروح المعنوية منكسرة، كانت الثقة في القوات المسلحة شبه مفقودة، أسرة مصرية توافق على التحاق ابنها بجيش في هذه الفترة وهذا الجيش مهزوم والروح المعنوية سيئة جدا. كيف كانت تفكر؟ أنت كنت ثانوية عامة 18 سنة يعني، فكيف كانت تفكر الأسرة؟ الحقيقة يعني أنت سيادتك بترجعني ورا كتير قوي يعني. لا ما احنا هنرجع كتير النهاردة. احنا كان في بيتنا يعني صورة في الصالون محطوطة كبيرة قوي للرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه يعني. وكان بيت انا تربيت في بيت جدي يعني. أيوه. عائلة يعني. أيوه. بيت خاص يعني بينا. بيت العيلة. بيت العيلة بالظبط. آه. كده. سيدنا الحسين برضه. فكانت الـ يعني كل المشاعر وكل الأحاسيس واللي بنتربى عليه كلنا دايما، والأم هنا بيبقى ليها فضل، والأسرة الحقيقة طبعا. والأمثلة في الجد وفي الأب وفي الخال والعم الجميع يعني. فكانوا دايما يعني في هذه الفترة بالذات كانت الثقة كبيرة جدا في جمال عبد الناصر وفي القوات المسلحة، رغم ان كانت الهزيمة قاسية. آه. ورغم انه تنحى ورجع تاني بنقول عليه انكسار يعني. فعلا. وطبعا برضو ده يدينا انطباع
ايه هو الشعب المصري؟ لما تنحى الرئيس جمال عبد الناصر وقال انا المسؤول، الشعب المصري ما استكنش ولا استسلم. نعم. وكان منه الناس اللي انا عايش في وسطهم يعني حقيقي، يعني خرجوا كلهم بدون استثناء. خرجوا كلهم محبة ولا خرجوا كلهم لتحميل المسؤولية وكمل أصلح ما برضو أخطأ. احنا مش عايزين نظلم حد هنا. أي. ولكن هو ده جوه الوجدان المصري. خرج سواء كان يحمله المسؤولية أو لا، ده بيقول له أنا شريك معك وستتولى المسؤولية ونعيد. نعم. بناء القوات المسلحة مرة أخرى ونستعيد الأرض ونسترد الكرامة. طيب اعمل لي كلوز اب بقى على الاسره جوه. كيف كان انعكاس الهزيمه على الاسره وازاي فكرت تدخلك الكليه العربيه؟ الحقيقه دي يعني برضو بيرجع احنا كنا بنبص دايما للضباط في هذا التوقيت انهم هم اللي كانوا متولين الامور في الدوله وهم اللي حاربوا في 56. انا شفت حرب 56، انا كنت طفل يعني. أي. حوالي 7-8 سنين، ومواليد 49. ايوه. فشفت الطيارات حتى الانجليزي وهي ماشيه فوق في اتجاه رايحه في اتجاه جبل المقطم كده عشان تقذفه يعني الدفاع الجوي اللي فيه. وكنت كانت الناس الحقيقه يعني الروح بتاعتها والرئيس جمال عبد الناصر راح خطب في الازهر في هذا التوقيت. نعم. طبعا انا ما حضرتش دي طبعا، لكن ده بيدينا الانطواع ده او الاحساس ده ان احنا مش من السهل ان احنا ننكسر او نسلم. انا مش عايز اخرج للكلام العام. لا لا، انا عايزك تقرب لي حضرتك من العيله. فالعيله بقى هنا كلها كانت موجوده في هذا التوقيت وكانوا بيحسونا. كان في تطوع بيحصل. ايوه. ففي ناس من العيله كانت بتتطوع. ايوه. في الدفاع الشعبي واللي كان في توقيت في هذا التوقيت يعني. فكان الاحساس هنا ان احنا لازم نستعيد الكرامة. انت كنت جايب مجموع كويس؟ كنت كان ممكن كان زمان كليه الهندسه بتاخد 60%. 61%. أي. كان النجاح في الثانويه العامه من 40%. اوكي. ويبقى كمان في مادتين. يعني لو شايل مادتين عدا يعني حضرتك كان قدامك الفرص. قدامنا الفرص فعلا. ما قلتش لا انا عايز ادخل كليه لا. مدنيه لا. عايز اتخرج مهندس، عايز اتخرج دكتور. لا، كان هدف هو ده الحقيقه يعني، وهم ساعدوني على كده الحقيقه. رغم ان هم كانوا يعني برضو يعني ممكن لان انت عارف التقدم للكليات العسكريه دي بيبقى في بيحتاج مواصفات خاصه. مواصفات يعني، لكن الحمد لله يعني انا قدمت وقبلت. كنا مجموعه كبيره من المنطقه او من المكان، لكن تقريبا انا كنت من الدق الوحيد اللي دخل. يعني ما كانوش بياخدوا خلاص؟ لا ده كان بيخضع برضو نفس الاجراءات الطبي وال طبعا انا فاهم، بس يعني بيصفي الناس ممكن يعني. يبقى ايامها كانت الكليه الحربيه سنتين. سنتين. انا قعدت، انا دخلت في 68 اتخرجت في 70. كيف كان العمل داخل الكليه الحربيه؟ يعني اعداد محارب متوقع ان يدخل الحرب، وكان ايامها الاستنزاف، فهيدخل هيشارك لابد من اعداده بطريقه مختلفه في وقت ضيق. ماذا كان يحدث؟ كان اليوم الدراسي، هنقول عليه الدراسي في الكليه. أيوة. يوم قاسي جدا وصعب جدا. تصحى 5:30 الصبح، ما تقعدش على السرير غير 10 بالليل. ما تقعدش على السرير غير 10 بالليل. بيبدا الصبح تقوم يعني طبعا تلبس وتنزل طابور. اول حاجه طابور التربيه الرياضيه. نعم. بالكامل كل الكليه كلها. خلص طابور الرياضيه تطلع تتشطف او تستحمى. دي صورة حضرتك وانت صغير. ده وانا طالب في الكلية. وانت طالب في الكلية ما شاء الله. فرق كبير يعني. لا قمر زي ما انت برضه. الله يخليك. اتفضل. وبعدين بعد كده اليوم بقى يبدا تفطر، بتطلع من الفطار تطلع على طوابير العملية. ايوه. التدريبات العملية لغاية الساعة 2. ومن الساعة 2 نجمع تاني، ما بنروحش حتة. كل ده انا نزلت خلاص من فوق من المكان المبني. أيوة. او نقول عليه العمر يعني. ايوه. نرجع تاني ارض الطابور نجمع عشان ندخل نتغدى. نتغدى نخلص الغدا في ساعه راحه اللي ممكن تطلع فيها ماس تشطف او حاجه، وبعد كده ترجع على حاجه اسمها طابور التمام بالليل. هو بيحيي في العلم. ايوه. فالصبحيه بتحيي العلم بتختم يومك بتحيه العلم. وبتختم يومك بتحيه العلم. ختام اليوم ده بيبقى يعقبه بقى نروح غرف الدراسة عشان نذاكر الدروس اللي خدناها طول النهار.
تنتهي الساعة 9 بالليل. الساعة 9 تنزل تروح الميز عشان تتعشى، 10 تكون قاعد على السرير بتاعك. في كان بيبقى لي يعني تقديم، وكان المسؤول عننا كان كل جماعة ليها عريف مسؤول يعني. ايوه بياخد تمام. لما انا دخلت الجيش وجربت يعني. فبيقول بنقول هذا التمام. بعد كده بتدخل في السرير. لو في حد صاحي يبقى مخالف، ممكن يوقع عليه جزاء، ممنوع حد يصحى، كله لازم ينام. 5:30 الصبح هتضرب نوبة صحيان، كله هيبدأ يمارس يومه تاني.